السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت معاكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. وفيديو النهارده عايزه اوريكم كل الحاجات اللي اشتريتها من وسط البلد. وسط البلد هي عندنا في مصر، هي شارع قصر النيل، شارع طلعت حرب، شارع الشريف، شارع الشواربي. عندهم شويه محلات تحفه قوي، محلات ملابس، محلات شوز وشنط، وكل حاجة هتلاقوها هناك، اكسسوارز، حجابات، طرح، كل حاجة، كل حاجة بتلاقوها في شارع قصر النيل وشارع طلعت حرب. فكنت ماشية بالصدفة رايحة خلص اوراق، فانا بقالي كتير قوي ما بروحش هناك، فلقيت كده كان محل حلوين قوي وعارضين شوية موديلات تحفة، فقلت ادخل كده اشوف يمكن الاقي مقاسي والستايل اللي انا بحبه كده. فدخلت ولقيت شوية حاجات تحفة بجد. انا كنت عايزة اخد كل الحاجات اللي انا بشوفها وكل الحاجات اللي بقيسها، بس عشان ما كانش في وقت عندي فقست كده كام حاجة ايه اللي قستهم. والله العظيم زي ما بكلمكم، الكام حاجة اللي انا قستهم هما اللي اخدتهم، بس يعني ما قستش حاجة وطلعت وحشة او ضيقة، لا نقيتهم كده ورحت قيساهم وخدتهم على طول، وخدت المقاسات. المقاسات كانت مظبوطة وما شاء الله يعني كانت تحفة. كنت فرحانة جدا، يعني اول مرة اخد حاجة كده على طول، وكمان في وسط البلد. يعني في وسط البلد بتبقى الحاجات ساعات ايه، مش بتلاقوا المقاسات، مش بتلاقوا الموديل اللي انتوا داخلين تشوفوه معروض مثلا بره، بتخش تسألوا عليه مش بتلاقوه. لا لقيت، يعني لقيت، وكانت اختي معايا قلت لها لازم تاخدي، قلت لها خدي، هي ما كانش محتاجه ليا تاخد، قلت لها لا لازم تاخدي، الحاجات تحفه قوي والاسعار حلوه جدا ومناسبه لكل الناس. فيلا نشوف كل الحاجات اللي انا جبتها قبل ما نشوف الفيديو. لو اول مره تشوفوا القناه واول مره تشوفوني، انا جيجي ودي قناه الحياه حلوه. اعملوا لها سبسكرايب، فعل الجرس للكل عشان يجيلكم اشعار بكل فيديو جديد بنزله، لايك كومنت عشان اعرف رايكم ايه في الفيديو. يلا بينا نبدا. اول حاجه هقول لكم اسم المحل اللي انا دخلته، ده اول واحد، بس انا مصديه يعني الكيس بتاعه عشان الحاجات اقراها لكم كده على الشماعه وتشوفوها كويس. هو المحل ده اسمه بلانش، اسمه بلانش، ده اسمه، هو شفتوه كده بالعربي تمام، اسمه بلانش. هو 13 شارع طلعت حرب. حلو قوي. هو هتلاقوه جنب محل العروسة ومارلي لا قدام كده شوية، يعني من ناحية ميدان التحرير كده، بتدخلوا على شارع طلعت حرب بتلاقوه في على جنب كده قصاد كشري توم اند بصل، فهو قصاده على طول من الناحية التانية. فروحوا بجد والحقوا الحاجة قبل ما تخلص، لان المقاسات قالوا لي فعلا المقاسات بتخلص. فاول حاجة جبتها هي الجاكيت ده، الجاكيت ده على جلد وشايفين طوله حلو قوي، يعني طوله مش قصير قوي، يعني مثلا لو كان قصير شوية فاكيد هنبقى لابسين توب كده شوية اطول منه، حاجة كده على كريب ما يكونش حاجات فيها قطن، ممكن لو حاجة فيها قطن او كده، بس تبقى الماتيريال بتاعتها شيك يعني تمشي مع الجاكيت، بس انا هلبس عليه حاجة توب كده على كريب. فهو حلو، بس شايفين الماتيريال عندي ازاي. جبت اللون الهافان، هو في منه اللون اللي على بتنجاني غامق قوي، قسته برضو بس ايه اللون لقيته غامق قوي عليا هيغمقني، كنت محتاجة اللون اللي على هافان ده. شايفين حلو قوي، شكله شيك جدا جدا، يعني شايفين عامل ازاي. وعايزه اقول لكم في اللبس يعني حلو حلو وشيك قوي، مش قادره اقول لكم في اللبس عامل ازاي. هقول لكم على سعره، هو سعره 235 جنيه، يعني سعره بصراحه يعني يعتبر سعره مناسب واي حد يقدر يشتري 235، فممكن تلاقوه في اماكن تانية تلاقوه اغلى من كده، مش عارفه. بس شايفين هو كمان متبطن كده من جوه، ليه بطانه يعني بيدفي وتقيل، ومش يعني عايزه نفسي البسه كده واوريه لكم من حلاوته، جامد جدا يعني. بس فجبت ده، اختي كمان جابت زيه بالظبط وجابت كمان نفس اللون. وجبت تاني حاجة جبت الجاكيت الحلو قوي ده، هو حاجة كده كاجوال، انتوا عارفيني بحب البس الحاجات الستايل ده الكاجوال السبورت شوية، اللي هي محتاجة ايه
حركة وكده يعني. فجبت ده وريه لكم دلوقتي على الشماعة احسن تشوفوه يعني بيه شكل اوضح. عايزة اقول لكم لونه حلو، وكان فيه منه اللون الزيتي وهو اللون اللي على كشمير شوية ده، وهو كمان متبطن برضو من جوه، شايفين ليه بطانة كده وتقيل وطوله حلو قوي. شايفين شكله عامل ازاي؟ وليه جيبين كده وطويل، وليه قاسك كده من على تحت كده شوية، وفي رباط ده بيتربط بس انا كنت سايباه كده يعني مفتوح. انا عايزة اقول لكم شيك قوي في اللبس، جميل جدا 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 جدا. عايزة اقول لكم سعره جميل جدا برضو، هوريكم السعر عشان تصدقوا، بس سعره 270 جنيه. يعني حلو قوي، ودي البنت الجميل ده قوي. لا انا عايزه اقول لكم في اللبس شكله حاجه تانية، يعني شكله شيك جدا في اللبس. ثالث حاجه اوريها لكم، اختي جابت زيه برضو. عايزه اقول لكم ان احنا جبنا نفس الحاجات يعني، بس ما عدا الجاكيت ده على جلد برضو. ده جاكيت مش قادره اقول لكم الماتيريال بتاعه عامل ازاي، ما شاء الله يعني، والله انا خايفه احسده والله العظيم. يعني شايفين الماتيريال، شايفين الجلد بتاعه، من الجلد اللي هو التقيل التقيل، بس مش خشن، ناعم وطري وتقيل في نفس الوقت، مش خشن بقى وكده وواقف كده او ناشف، لا لا تحفه. التفاصيل بتاعته حلوه قوي برده، جاي هو كده شايفين عامل ازاي، ما شاء الله تحفه جدا. شايفين الجيب، شايفين لا تفصيلته حلوه قوي، عجباني جدا جدا السوسته بتاعته والزونت كده شكله يجنن بجد. كان في منه اللون الزيتي واللون الاسود ومش فاكره كان لون ايه تاني، اعتقد على هافان، بس انا عشان جبت ده على هافان. اللي شفتوه ده يعتبر يعني ممكن يمشي كلاسيك شوية يعني، مش كاجوال قوي، ويمشي كاجوال برضو يتلبس على جينز وكده، او يتلبس على سكيرت جلد او سكيرت ستان، يعني يتلبس ايه الاتنين يعني، كاجوال وكلاسيك شوية. لكن ده يتلبس كاجوال طبعا لانه فيه الحركات دي وكده، فعجبني قوي. اقول لكم سعره نسيت، مقاسه اكس لارج ومقاسه حلو قوي عليا. ده سعره 240 جنيه، يعني سعره حلو بجد. بيقولوا لي الاسعار دي فعلا حلوه، الاسعار دي حلوه ولا انا ايه يعني، ولا انا فاكره ان هي حلوه وهي مش حلوه، مش عارفه، بس انا حاسه ان هي حلوه يعني. بس جبت الثلاثه دول تمام من المحل ده، هوريكم المحل التاني جبت برضو منه حاجات. في حاجة جبتها وهي جاكيت كده لماما، كان عجبني قوي قوي قوي، دخلت كده كنت شايفاه عارضينه في الفاترينا بره فعجبني قوي، وفي منه ألوان، في منه الأسود والكحلي والبتنجاني والنبيتي، وفي منه الدرجة اللي هي على بني، فجبت لها الجاكيت اللي هو ده. شايفين عامل ازاي؟ شكله حلو قوي برضو، حلو قوي في اللبس. هي مش بتحب الحاجات الطويله او الجواكت الطويله، فكنت بدور لها على جاكيت يكون يعني قصير كده شويه عشان هي بتلبسه على الجيبات وكده، فعجبني ده يعني. يعني لقيته مش طويل، لقيته حلو يعني مناسب لطولها وكده. شايفين عامل ازاي؟ شايفين ده الماتيريال بتاعته، مش عارفه كده هتشوفوا كده كويس ولا لا. شايفين التفاصيل بتاعته حلوه قوي، ما شاء الله شكله حلو، وكمان متبطن من جوه شايفين، وتقيل يعني حاجه شتويه كده، وستايل الجبين شكله شيك جدا، وفي كده ومتكسر كده شويه. ده كان مقاسه 54، انتوا عارفين الجواكت اللي بتبقى كده البليزرات والجواكت دي بتبقى مقاساتها كبيره شويه، هو 54 بس جه مقاسها على فكره، يعني انا مقاسته هي مامتي يعني مقاسي شويه او يمكن اقل اضعف مني شويه، بس فهو حجي حلو عليا فاخترت لها اللون البني. عايزه اقول لكم سعره كان ب 550، لقيته ب 350، فسعره عجبني قوي. اقول لكم اسم المحل، هو اسمه زهره الربيع، مش عارفه هتبقوا شايفينها كده كويس، مش
جايه مقلوبه هي في الكاميرا، اسمه زهره الربيع. ثلاثه شارع طلعت حرب، برضو هو نفس ناحيه الميدان كده بتاع ميدان التحرير، وانتوا داخلين اول طلعت حرب من ناحيه ميدان التحرير. عنده جواكت حلوه قوي، بلوزات، بلوفرات، حاجات ب 200، حاجات ب 250 و 150 و 100، عندهم حاجات حلوه جدا يعني. فعجبني الجاكيت ده ليها، فما ترددتش يعني، رحت جايبه لها على طول، وهي كمان عجبها قوي. تالت حاجه بقى جبتها من محل كده تالت، هوريكم الفيست ده. فيست طويل شويه، انا قعدت يعني لفيت شويه في المحل فعجبني قوي. انا كنت داخله اصلا على بلاوز كده على جلد، فدخلت بصراحه ما لقيتش المقاس بتاعي، لقيت المقاس بس ماسكه شويه، فما رضيتش طبعا اجيبها، لان ما حبيتهاش تبقى ضيقه قوي. الجلد لما بيكون ضيق قوي بيبقى شكله مش حلو. فشفت بقى حاجات تانية عجبني ده قوي، شايفين ده حاجه كده على الشتوي برضو، ممكن تتلبس في فتره الخريف بين الشتاء والصيف كده، فحلوه قوي تلبس على بلوفر او بادي كده، على صوف، على حاجه تقيله يعني، فشكله شيك قوي. شايفين عامل ازاي، والماتيريال بتاعه حلو قوي، وليه حزام يتربط بقى كده، هو الستايل بتاعه حلو حلو قوي. في منه اللون الهافون اللي زي ده، قصدي اللون اللي على جملي، الدرجه اللي هي دي، بس الدرجه فاتحه عن دي كمان، فما عجبتنيش. عجبني الدرجه اللي هي اللي على كافيه دي. بصوا طوله قد ايه، هو طوله كده يعني طويل، ستايله حلو، في جيبين كده من هنا، شكله حلو قوي في اللبس. فجبت ده، عايزه اقول لكم جبته بكام، جبته ب 260 جنيه. فهي قالت لي ان هو ده الاسعار دي بعد الخصم، فانا مش عارفه الصراحه كان كام قبل الخصم، بس فروحت جبت ده وجبته مقاسه اكس لارج. جبت كمان الفيست ده برضو، في منه كل الالوان، في النبيتي وفي الاسود والهافان والبيج، عجبني كمان البيج قوي، بس قلت ايه لا مش هجيب اتنين ايه زي بعض، بيبقى شكلهم مش حلو ما يكونوا ايه موديلين زي بعض. فجبت ده شكله حلو قوي برضو، بس كده، وفي حركة كده من هنا دي متفرغة كده، مش عارفة اوريها لكم كويس، شايفين شكلها عامل ازاي، شكلها حلو تحت الجيب كده، وبيتربط كده من هنا، بيتربط كده حلو قوي. والماتيريال بتاعته عامله زي الشموع، انا مش بفهم في الاقمشه قوي، بس هي الماتيريال بتاعته ناعمه وحلوه قوي. ده كان سعره 199 جنيه، لا 195 جنيه. العنوان بتاعه 27 شارع قصر النيل، اسمه كيكي ريكي، كيكي ريكي. بص اهو ده الاسم بتاعه، هجيب لكم واشوف لكم الشنطه بتاعته، دي الشنطه بتاعته اسمه كيكي ريكي. تمام تمام حلو. 27 شارع قصر النيل، برضو من اتجاه ميدان التحرير، من ناحيه ميدان التحرير، وانتوا داخلين كده على شارع قصر النيل هتلاقي عنده موديلات تحفه تحفه بجد، بس انا عجبوني دول اكتر حاجه، فقلت خلاص انا هاخد دول وهبقى ارجع لهم يعني مره تانية. بس وده كان الحاجات اللي انا اشتريتها. عايزه اوريك كمان شويه حجابات كده طرح جبتهم من شارع اسمه شارع الشواربي. شارع الشواربي هو شارع كده جانبي من شارع قصر النيل، متفرع يعني من شارع قصر النيل، ومن شارع بين شارع قصر النيل وبين شارع طلعت حرب، اكيد ده في كتير فيكم يعني عارفينه. فجبت منه شويه الحجابات دول، عنده اسعاره برضو حلوه. فجبت منه اول حاجه الطرحه دي او الحجاب ده، حلوه قوي، وكان في منها اللون النبيتي وفي منها البيج، بس النبيتي يعني ما عجبتنيش قوي، كان النبيتي في بيج، عجبني اللون ده اكتر، لان عندي نبيتي كتير لو تلاحظوا تلاقوني معظم الطرح بتاعتي كلها نبيتي يعني وبيجات،
فقلت اغير يعني شويه. الطرحه دي ب 75 جنيه وهي على كريب، والكريب بتاعها حلو قوي. فجبت دي، وجبت كمان الطرحه، تمام، عشان انا جايبه كذا طرحه. فالجاكيت اللي هو اللي على هافان، اللي هو الجاكيت الجلد، جبت له الطرحه دي على كريب برضو، شكلها حلو قوي عجبتني. بصوا فيها رسمه البنت دي كده، اوريها لكم، شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها حلو قوي. هو عنده كذا لون نفس الرسمه دي، يعني هي بتبقى بنت بس شكلها مختلف شويه عن كل واحده. شايفين ومن هنا كمان وكده، شايفين هي كده، دي ودي كده فوقيها نفس الصوره يعني. فعجبني قوي الالوان بتاعتها، اللون اللي هو على بني، في هافان، في الالوان النبيتي دي حلوه قوي، عجبتني على الحجاب اللي هو، قصدي الجاكيت اللي هو الهافان. بصوا هي الفكره بتاعتها بتبقى عامله ازاي، يعني بتتلبس مثلا كده، بس ايه على هافان طبعا هتبقى ايه اشيك، وبنودي دي كده بنظبطها، ودي بتبقى بتتلبس كده، فبيبقى شكلها حلو قوي وهتبقى لايقه قوي على الجاكيت الهافان. انا قلت هتبقى غامقه شويه، بس لما جيت وجربتهم على بعض لقيتهم حلوين. هي طبعا في اللبس بتختلف، يعني هتبقى كده، لا يعني هي في اللبس هتبقى مختلفة شوية، تمام. بس جبتها هي برضو ب 75، وجبت كمان دي لأختي، هي اختارتها، هي نفس الفكرة بتاعت رسمة البنت دي، بس هي اختارت الألوان الفاتحة، وهي جايبة نفس الجاكيت برضو اللي على هافان. يعني الجاكيت ده اللون تقدروا تلبسوا أي ألوان عليه زي الألوان دي أو الألوان الغامقة. شايفين رسمة البنت عاملة ازاي من هنا ومن الناحية التانية، الناحية دي والناحية دي، برضو هتبقى لايقة على لون الهافان، على اسود، على كحلي، على نبيتي، على طوبي، على يعني درجات كتير يعني. جبت كمان الطرحة دي حلوة قوي برضو، بس دي تحسوا ان هي صيفية شوية، على كريب برضه، احب الكريب اللي بيبقى تقيل عشان بيبقى ماسك كده على راسي يعني، غير اللي هو الشيفون والماتيريال اللي هو بيبقى خفيف ده بيقعد يقع ويزحلق. فهي جبت الالوان الديجرادي دي حلوه قوي، لون الاصفر في المستردة، في اللون البترولي، والناحيه الثانيه نفس الموضوع، الاصفر في درجاته كده، شكلها حلو قوي شيك، فحبيتها قوي، تبقى حلوة قوي كده للصيف، شكلها جميل جدا، تتلبس على بلوز كده بيضة، بيج، كحلي، درجات البيجات، كافيه، ممكن لا يعني الكافيه يعني مش هتبقى قوي عليه، المهم هنشوف لها يعني ايه حاجة تتلبس عليها. فجبت كمان دي، هي برضو سعرها برضو 75، جبت دي كمان الديجرادي، انا بحب الطرح الديجرادي جدا. شايفين الالوان، اللون الاخضر المينت ده، فاتح في غامق، في بنكات، في فوشيا، في بطيخي، هي الدرجه دي اكتر حاجه بطيخي، في الدرجه دي كمان اللي هي على موف. شايفين العرض بتاعها حلو وطولها كويس ولونها جميل جدا، هي صيفيه صيفيه اكتر ما هي شتويه. وريكم شكلها في اللبس عامله ازاي، يعني تقدري تلبسيها على كذا شكل، يعني على كذا ناحية، ممكن تلبسيها الناحية دي كده، ممكن تلبسي الناحية دي تجيبيها قدام زي ما انتي عايزة. وبس، ودي كل الحاجات اللي انا اشتريتها من وسط البلد. يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم، والاسعار عجبتكم، والموديلات اللي انا اخترتها عجبتكم. ما تنسوش لايك للفيديو وكومنت عشان اعرف رأيكم ايه، بشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.